بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي الله صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مدة طويلة هذه ما بقيتش درت شي فيديو، تلهينا مع لي لايف ومع جلسات الرقية. تذكرت أمرا كنت أود أن أحدثكم فيه منذ مدة، لكن حال الوقت دون الحديث فيه. قبل أشهر كنت سافرت إلى إحدى المدن، مدينة مراكش، قصد رقية فتاة، ماشي رقية فتاة، وإنما قصد محاورة أحد جنود الله، وهو جن كان قد أسلم لكن حبس في جسد هذه الفتاة بأسحار متجددة وعقد معقود لم يستطيع الخروج. فكان لزاما علي أن أسافر لمساعدته في حل هذه العقد ومحاورته لأفهم القضية. لكن وقعت أمور كثيرة لعلي أذكر من بينها 4 أو 5. هذه الأمور، طبعا الآن أنا أحدث الآن الذين يصدقون بهذه العوالم، يؤمنون بالعوالم الخفية ويعرفون من هو مروان ولا يكذبونه وتثق فيه. الأمر الأول الذي وقع أني من كنت غادي طلبت من أخ المريضة أن يخفي عنها خبر مجيء. أريد هنا أنا أختبر، أنا أحاول أن أفهم، أحاول أن أدرك، هل سيعلم الجن داخل هذا البدن أني سآتي، علما أن حول هذا البدن أو في البيت، حول البيت كان هناك حارس السحر وجن مارد يرسله الساحر حتى يأتي بالأخبار إليه، لأن الجن علم أنه الساحر أنه أسلم لكن يترصده بالجن المارد حتى لا يخرج من البدن، وبخادم عفوا بحارس السحر. وأنا غادي في طريق كنقول هل سيحاول هذا المارد عرقلة طريقي كي لا أصل إليها، لأن كانت هناك حرب قائمة بيني وبين هذا الساحر، أو بيني وبين خدامي هذا الساحر. أول ما وصلت قالت الأخت، تكلمت، الآن أنا وصلت لكن هي لا تعلم أني قادم إليهم، هي كاين الفوق وأنا كاين تحت. جيت دخلت لتحت، ما صونيت في الباب ما والو، يعني بالتليفون خرج عندي أخوها ودخلني. لما صعد أخوها الفوق فإذا بها تتحدث، لكن هو الجن الذي يتكلم. قال لي مروان كين هنا؟ قال لي نعم. قال لي عرفت وجاي. ثم نزلت الأخت، تحدثنا معها، فصعد الجني. هنا قلت الجني قد أسلم. قال لي راه وخا تخبيتي عرفتك جاي. قلت له كيف عرفتني جاي؟ قال لي حين حدثتك آخر مرة في الهاتف، يعني قبل حوالي 15 يوم من المجيء، أخبرني أحد الجن المسلمون أنك ستأتي إلينا. هنا الآن سيقول بعض الناس يعلمون الغيب، وأنتم تدعون أن الجن يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وأن الجن لم تعلم بخبر وفاة سليمان عليه السلام حتى أكلت دابة الأرض من سأته. أنا أعلم هذا، أنا لا أقول أن الجن تعلم الغيب، لكن ليس كل ما غاب عنا يسمى غيبا عند الجن، كما قال الشعراوي رحمه الله: لا يسمى الغيب غيبا إلا إذا غاب عن مثلك. فهذا غيب بالنسبة لنا لكن ليس غيبا بالنسبة للجن، فهم يعلمون ذلك، يرون أشياء معينة وينبؤون سبحان الله تعالى. طبعا هم لا يعلمون مثلا متى سيموت الإنسان، متى تقوم الساعة، أشياء كثيرة لا يعلمونها، لكن أشياء كثيرة تغيب عنهم لا تغيب عنهم. فقال لي أخبرني فلان جن مسلم أنك ستأتي إلينا.
قلت وهل يعلم خدام الساحر وحارس السحر والمارد حول البيت هل يعلمون بمجيئي؟ قال لا. قال الآن يعلمون، لما جئت رأوك، لكن قبل أن تأتي أنت محبوس عنهم. قلت سبحان الله، كيف محبوس عنهم؟ قال لا يمكن أن يصل إليهم خبرك، لا شيء يصلهم عنك. قلت لأني ذكرت الله وقلت هذا الذكر وهذا الدعاء؟ قال نعم، وهو ذكر الخروج من البيت وأذكار الصباح وأذكار المساء والتحصينات التي تقطع أخبارك عن الساحر وعن خدامه. ما هو هذا الذكر؟ تخرج من البيت تقول بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أنا من عادتي أكرره 3 مرات بإضافة إلى أذكار الصباح وتحصينات أخرى ولله الحمد. هنا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من البيت وذكر الله وقال هذا الذكر إلا كان يتسناه شيطان أو جن خارج البيت ينتظره يقول كفيت ووقيت. الجن يقول لك كفيت ووقيت، أي كفاك الله شري ووقاك منه، كفيت ووقيت. ويكون معه جن آخر يسمعه فيقول له كيف لك بعبد وقاه الله وكفاه، كيف جبت توصل هذا وقد كفاه الله وقاه، سيضرب شي دورة قلب لشي واحد آخر. أو تاني تسناك في اليوم والي لن تتي الذكر ديك الساعة يترصدك. هذه الفائدة الأولى وهذه الواقعة الأولى. الأمر الغريب الثاني، أني لما زرتهم هنا قبل أن أمر إلى الثاني، هنا ملحظ أنه الجن المؤمن لم ينقطع عنك خبر، لم ينقطع عنهم خبرك، وخدام السحر والكافرون والشياطين انقطع عنهم الخبر. لماذا؟ لأن هذا الذكر يمنع الأذى، وهذا الخبر إن وصل إلى خدام الساحر وإلى الساحر هنا قد تتعرض إلى الأذى فيسد باب الأذى. لكن المؤمنون لا ينقطع عنهم خبرك وإن قلت هذه الأذكار وإن رددتها، لأنهم لا يؤذونك، قد يعينوك على الخير، كيش مشكل. الأمر الثاني الغريب أنه كانت هناك قطة تدخل إلى بيت هؤلاء الناس. أنا في الليل لاحظت هذه القطة كيف دخلت، وحدثني أهل هذا البيت أن هذه القطة أمرها عجيب، إذا جه الجوع كجيح ذا باب البيت وتقف في الوقت اللي كيجيها الجوع، كتقف في إحدى الباب يأتي أحدهم ويفتح الباب، يعني من أهل البيت، وكأنه ينبأ. ثم إذا فتح الباب دخلت الهرة على هدى من الله، تتمشي بشوية عليها وتدخل نيشة الكوزينة وتنظر إلى الأم ربة البيت، أعطيني ناكل، ثم تحط لها الأكل تأكل وتخرج. قالت أمها، يعني الأم المريضة، قالت هذه الهرة أمرها غريب، إذا حدثتها تفهمني. فقالت لها شحال مرة تقول الهرة ما كاينش الماكلة، تقول لا ليس هناك طعام، لا يوجد طعام للأكل، كتحضر الرسول كتخرج كأنها تفهم الكلام. فما عرفت كيفاش ذكرناها قصة القطة وكان الجن صاعد فضحك. قلت ما يضحكك؟ قال يسكنها جن مسلم. قال يسكنها جن مسلم فهو يفهم الكلام. وقال الجن لأخ المريضة لأخيها، قال له واش ماشي شحال من خطرة تؤذيها وتنهارها فيقع لك مكروه في نفس الأسبوع؟ قال سبحان الله نعم، هذه القطة خوها ما عندوش معها، خو المريضة ما عندوش معها، أحيانا تجري عليها أو هكا ينفرها، لا يضربها لكن يفزعها أو يعني يطردها إن صح التعبير.
ففي نفس الاسبوع يقع له شيء، وشي مره وقيله واش ضربها برجليه ولا شي حاجه بحال هكا، فواش وقعت له حادثه بالطوموبيل او سي او موتور او شي حاجه، ما عقلتش على التفصيل. لان هذا الجن المسلم ينتقم منه، لماذا؟ لانه اذى هذه القطه ولا ينبغي له ان يؤذيها. ويجي واحد يقول لك فلماذا الجن المؤمن يؤذي ولا الجن المؤمن مثل الانس المؤمن، قد يؤذي قد يقع في المحظور. الجن المؤمن بحال الانس المؤمن، كتلقى شحال واحد الان هو انسان مؤمن يعبد الله ويصلي ويزكي ويؤذي الناس ويسب ويشتم ما الى ذلك. الامر الثالث وهو ان كان اليوم الاول اللي مشيت فيه كان مرتقب ديك الليله غادي نبقاو خدامين على فك العقد. كيف نبقاو خدامين على فك العقد؟ باش يتفك هذا الجن الذي اسلم. لما كنا نحاوره قال الجن هناك جن مؤمن حاضر، هناك جن مؤمن حاضر، وهناك ملائكة حاضرة. هذا قوله، وهناك ملائكة حاضرة. والجن قلت لما حضرت الملائكة؟ قالت تستمع للقرآن وتستمع إلى الرقية وتبارك في أهل هذا البيت وفي هذا المجلس. والله العظيم، والله الذي لا رب سواه، ومسجل عندي الفيديو من بعد موته نحطه، وليس عندي أي غرض أني أكذب في هذا الباب، واللي كيعرفني كيعرفني ما غنكتبش، كيعرفني ما غنكتبش. قال حضرت الملائكة، تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وورد في بعض الأحاديث أن هذه الملائكة كالضر بالإنسان، كالدوارة تحيط به، ثم تأتي ملائكة فوقها ثم تحيط به من فوقها، وهكذا أخرى ثالثة وأخرى رابعة طبقات إلى أن تصل إلى السماء. قال هناك ملائكة عددهم كثير. قلت الحمد لله. قال لي الجن المؤمن يوصيك بأن تقرأ الآن سورة الصفات. واحد مرة أخبرت بهذه القصة في فيسبوك، قال لي واحد لا تصدقه هو كاذب، هذا الجن كاذب. قلت سبحان الله، الجن إن أسلم، يقول إن أسلم وكان إن ادعى إسلاما، إن قال أنه أسلم وهو كاذب، هل يطلب منك ويأمرك أن تقرأ سورة الصفات اللي هي أكثر الصور حرقا للجن أو إحراقا للجن؟ البقرة والصفات أكثر الصور أشد الصور على الجن، أقواها، تحرقهم حرقا. قال اقرأ سورة الصفات. فقرأت سورة الصفات، بدأت بالقراءة وأكرر بعض الآيات، هذا منهج الرقية أنك تكرر بعض الآيات. فاستوقفني، قال لا تكرر. قلت لما؟ قال لأني أقرأ معك، وهو ما حاملش مصحف الجن، فقط الأخت كتشوف بحال هكا وعينيها مفيكسين في واحد القنت، عينها ما كتحركش وما كترمش، وهذا لا يمكن أن يقع لإنسان عادي، الجن صاعد. قال لا ما تعاودش. قلت له علاش؟ قال لي لأني تنتبع معك من المصحف وأنا ما معل، لأنه هو ماشي عربي، الجن ماشي عربي، ويلا تعلم اللغة العربية غير مع هاد الفتاة. فقال لي ما نقدرش ملي كتعاود ما كنعرفش واش غتعاود الايه ولا غتفي اي اخرى، كنتلف. لا تكرر الايات. فلم اكرر الايات واتممت سوره الصفات. لو كان كاذبا لاحرق بها، ما يقدرش، وكان مستمتعا بها. ثم قال لي فككت بعض العقد، قال لي اقرا ايه فك العقد. قرات ايه فك العقد، قال فككت بعض العقد وبقيت بعضها، في الليل خليه سوره الصفات، لان كنت طلبت منهم أنا يخليوا ديما باف في البيت في القرآن 24 ساعة 24 ساعة البقرة والآذان وبعد السور. قال لي غتحيدوا السور كلهم، خليوا فقط سورة الصفات
وسنشتغل أنا وهذا الجن المؤمن على فك العقد إن شاء الله. هذا الأمر الثالث والرابع، ما بقيتش عقل الحساب. الأول قلنا ديال قطع انقطع الخبر، ثم القط، هذا الثالث ياك، هذا هو الثالث. الرابع، الأمر الرابع الذي وقع هو أنه كان من المرتقب، قال لنا خصكم تخليوا الفتاة تنعس، خليوها تنعس بكري شوية، لأن ملي غتكون هي ناعسة حنا غنكونوا خدامين على فك العقد مع سورة الصفات وآية فك العقد. وقع أمر، وهو أنه خرجت أنا والأخ ديالها نضربوا دويرة في مراكش ونجيبوا شي حاجة ناكلوها ونجيبوا. لما جينا أنا كنشوف الأخ ديالها هز الميكا ديال الماكلة في يديه وهز التليفون في يد الأخرى. لما دخلنا للصالون حط كل شي في الصالون وطلع الفوق. دخلت أنا للصالون قال لي بدأت أكل أني جاي، قلت نستناك ماشي مشكل. لما نزل هو تقلب على التليفون ما لقاهش، التليفون غبر. أنا مأكد لما دخل الصالون دخل بيدي عامرين تليفون وبميكد الماكلة، خرج من الصالون بيدي خاوين وطلع الفوق. داك التليفون فلين عليه الدار مكان مكان، مربع مربع. قلبنا الطوموبيل، تيقول لي وقيلا نسينا عند سناك، تنقول لي راه دخلت التليفون في يديك. بقيت تنصوني عليه، بغيت نصوني عليه، قال لي لا ماشي تنصوني عليه، ماشي انا اللي صونيت عليه، قال الختو صوني عليا. بقيت صوني عليه حتى نلقاه. قلبنا طفينا الضوء في الدار كامله باش الى صون التليفون، انه ديالي سيلونسيو، باش الى صون التليفون نشوفوا الضوء ديالو في الظلام ونعرفوا فين كاين. لا اثر له، ما كاينش. انا جاني الجوع قال لي كل، بديت كناكل. لما بديت كناكل حتى قربت نسالي الماكله، هو طلع وثاني قلب الفوق، وانا بديت نقلب في البيت واذكر الله، كنقرا كنقلب في البيت واذكر الله. فاذا بي كنهز واحد ليزار بيض خفيف تلقاه تحت من ليزار التليفون، تحت من ليزار، وماشي مكفي على وجهه، بالعكس وجهه السكرين ديالو من الفوق، يعني لا صونه غيبان، وفوق منه غيزار بيض، يعني ليزار بيض وخفيف والظلام الى صونه غيبان وخا سيلونسيو. كان حدايا انا كنا كل واحد، قلت ليها فلان ها هو التليفون ديالك. انا استحيت، علاش؟ قلت لو ما كانش تعرفني وكان واحد اخر غيقول سرقته، كنت تنوي سرقته، ثم لما خفتي انه يفضح امرك جبتيه. لكن من حسن الحظ انه تعرفني، وغيعرفني ما غنديرهاش الحمد لله. فقال لي انت اللي خبيتي، تضحك معايا وانت اللي خبيتي. قلت والله اقسم بالله ما نخبيته، ما عندي علاش نخبيه ونخليك خدام كت. دازت هذه. الغد لي الصباح قبل ما نرجع للكازا عاوتاني حاورنا الجني فين وصلوا فك العقد وكذا، بغينا نديروا رقيه اخرى، جلست رقيه اخرى. فسولته قلت له شنو لقيتي التليفون البارح، ضحك ضحكا عجيبا. قلت ما يضحكك؟ قال هذا فعل المارد. قلت ماذا صنع؟ قال المارد اللي كاين حول البيت عرف بانكم، قلت لي خاص عرف بان المريضه خاصها تنعس بكري باش يتفك العقد، فاراد ان يؤخر نومها حتى لا تفك كل العقد، اراد ان يؤخر نومها، فجعل الهاتف يختفي، اخفاه عنكم بسحر، ثم يعني اثر، عطى واحد التاثير للاخ ديالها باش انه يقول لها هي تبقى تصون عليه، ماشي انا اللي نصون عليه. لو كان ما دارش تاثير ممكن الاخ ديالها يقول لي صون عليه ونبقى نصون عليه والبنت ناس. لكن اثر من بعيد، عطى تاثير بسحر حتى على الاخ ديالها باش يصون عليه، باش يقول لها هي بقيت تصون عليه، تبقى تصون عليه باش نشوف واش التليفون كاين. الوقت اللي بقات هي تتصوني اكثر من نصف ساعه وما تيقلبوا على التليفون، هي تتصوني كتقول لي راني كنصيفطك في واتساب وكيطلع ليا جوج شرطات، بمعنى راه كاين في الدار، راكم اكتيفي الويفي ديال الدار.
لو كان خارج البيت وقال لي قالت لي واش مخدم كارجي، قال لها ما خدمش كارجي ما عنديش كارجي. اذا هو مخدم اكتيف الواي فاي ديال الدار، اذا تيوصل ميساجات، اذا التليفون كاين في الدار. فقال لي اخفاه عنكم المارد بسحر. هذا الامر الرابع. ما عرفتش واش بقى شي حاجه اخرى، كاينين بزاف ولكن داك الشيء. الامر الاخير، الاخ ديالها لما كنا في الرقيه في الليل قبل من الواقعه ديال التليفون، فاش درنا معاه في النهار الاول اللي جيت، قال ليه ما كون هذا الجن المؤمن بشرنا بشي حاجه، قال ليه بشرنا بشي حاجه. لما قال لي راه كاين حاضر جن مؤمن وحاضر ملائكه، قال لي قول الجن المؤمن يبشرنا بشي حاجه، قال لي كاين بشارات. يعني الحمد لله ستشفى هذه الفتاه، لان الجن الذي دخل اليها قبل ان يسلم كان 25 سنه وفي البدن بسحر القتل، وكان كلما حاول قتلها جاءه ملك وقال لم يحن اجلها. والله العظيم كلما اراد ان يقتل هذا الجن جاءه ملك وقال لم يحن اجلها، هذا باعترافه. قال له بشرنا، قالوا ان شاء الله تاتي البشاره قريبا. نسنا فقنا، نسنا ماشي لوحده، فقنا الفجر، صلينا الفجر، وكانت اول صلاه لي في حياتي اكون فيها اماما بالانس والجن. فكنت اماما لاخ المريضه والمريضه وامها، ثم سميتو، ثم للجن الذي اسلم. هذه لن تنسى في حياتي وسجلتها غادي نحطها ان شاء الله. لما رجع بغينا نرجعوا بعد الفجر نعسوا، ما دانيش النعاس، فنام اخوها نصف ساعه تقريبا، ثم استيقظ قال لي رايت رؤيا. قلت ما تقول؟ قال لي الان بعد الفجر. قلت ما رايت؟ قال رايت انك جئت باناء به عسل ثم قرأت عليه سورة كذا، ونسي نسى على السورة، وقال هل هي سورة الصافات أم سورة الصف أم سورة الطارق، قال لي لا أذكر شي حاجة في هذه الثلاثة. ثم حركت أنت، ثم جئت بعسل ومزجته بماء مرقي، قرأت عليه هذه السور، ثم أعطيته لأختي فشربت منه، ثم كان هناك إناء فيه حبوب أو شيء، ثم وقع الإناء وانكسر وتشتت هذه الحبوب. مهم رؤيا لما أذكر تفاصيلها. قلت عجيب ما هذه الرؤية؟ قلت رؤية العسل شفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، أي العسل. قلت هذه بشارة. قبل أن أرجع من مراكش إلى الدار البيضاء تكلمنا مع الجني في حصة، فقال هذه الرؤيا جاء بها الجن المؤمن إليك حتى يبشرك، سألت عن التبشير فجاءك بالبشرى أن هذه الفتاة ستشفى إن شاء الله، ونبشركم بكل خير. كانت هذه أغرب، والله ما عقلتوش، 4 ولا 5 أشياء وقعت في رحلة مراكش وفي رقية مدينة مراكش. وهذا العالم ما أعجبه، وهذا العالم ما أغربه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير، وأن يجعلنا جندا من جنوده، وأن يجعلنا سيفا على الشياطين والجن الظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا من أهل ولايته ومحبته. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.